أحرزت وزارة الداخلية ممثلة في مكتب وكيل وزارة الداخلية الجائزة الذهبية في فئة الإدارة المبتكرة في الجهات الحكومية ضمن جوائز ستيف العالمية المعنية بالإبداع والتميز المؤسسي للأعمال الدولية والمتاحة لجميع المؤسسات والشركات بأنحاء العالم. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد مبارك الجنيد رئيس قسم الإدارة بمكتب وكيل وزارة الداخلية. بداية نبارك لكم الحصول على هذه الجائزة، وماذا تمثل أو ماذا يمثل لكم هذا الفوز بالجائزة الذهبية ضمن جوائز ستيف العالمية؟ بداية نشكركم على استضافتكم لنا، وفوزنا بالجائزة الذهبية تعتبر شهادة دولية تعكس البيئة التنظيمية لمكتب وكيل وزارة الداخلية والقيادة الداعمة للتغيير والتطوير الدائم لأدائنا، مستوى التعاون بين منتسبي المكتب انطلاقا من توجيهات سيدي صاحب المعالي وزير الداخلية بالتطوير المستمر ومواكبة التكنولوجيا وتبني أفضل المعايير العالمية. نعم. وإحنا فخورين بأنفسنا بحصولنا على الجائزة الذهبية بجدارة وبمجهود شخصي، وهالشيء دافع لنا لتحقيق المزيد من الإنجازات وبلوغ أهداف التنمية المستدامة بإذن الله. نعم سيد مبارك، يعني ما هي أبرز الجهود التي يعني أهلتكم للفوز بهذه الجائزة العالمية؟ طبعا الفوز بالجائزة الذهبية لم يأتي من فراغ بل باستحقاق وجدارة، حيث سعى مكتب الوكيل خلال السنوات الماضية لتكثيف جهوده وتبني أفضل الممارسات الإدارية وتطبيقها فعليا، واللي نالت إعجاب لجنة التحكيم والقضاء الجائزة، وكان أولها حصولنا على شهادة نظام إدارة الجودة العالمية الآيزو 9001 خلال فترة قياسية، علما بأن يتم التخطيط الاستراتيجي ودراسة الواقع باستخدام النماذج التحليلية وقياس تحقيق الأهداف سنويا، بالإضافة للتطوير المستمر لآليات العمل ومراجعتها وتبسيط الإجراءات الإلكترونية، وتوجهنا للبيئة الخضراء بكافة المراسلات الورقية والأرشفة الإلكترونية، وعندنا آلية واضحة لمراقبة الأداء الوظيفي وتقدير الموظفين المتميزين ومنح الحوافز والمكافآت وتوفير بيئة عمل تنافسية. نعم. بالإضافة للاستطلاعات الإلكترونية وتحليلها، وكل الجهود المذكورة دليل واضح يعكس مستوى التميز المؤسسي المشرف لوزارة الداخلية ومملكة البحرين بشكل عام. وفي الختام أحب أتوجه بخالص الشكر لسيدي معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية المؤقت، معالي الشيخ ناصر بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية، وكذلك أوجه شكر خاص لمدير وجميع منتسبي مكتب الوكيل. نعم، إذن السيد مبارك الجنيد رئيس قسم الإدارة بمكتب وكيل وزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.